ضيعتي عيالك يا انتي، انتي السبب، ما عرفتيش تحافظي عليهم، كان كل همك نفسك وبس. ضيعت عيالك يا علي بسبب عندك وتصرفك، رميت المسؤولية من عليك لإنجي لوحدها. ردي علي رد. أيوة حسين، لقيتوهم؟ لقوهم فين؟ لقوهم فين؟ طيب مسكت السكة وهنكون عندكم. لقوهم فين يا علي؟ أنا أعرف كل حاجة هناك، يلا بينا. هيصالي كده يا حبايبي، كده تخدوا مامي عليكم بالشكل ده؟ مين كل اللي عليكم على شكلكم؟ عمي انت ايه اللي جابك هنا؟ الولاد دول لقيناهم في محطة السوبر جيت وكانوا ناويين يسافروا لجدهم، ولما جبتهم هنا أصروا إن جدهم هو اللي يجي يستلمهم، وبما إني حويت وعارف العك اللي ما بينكم أنا وافقت إن جدهم يجي يستلمهم. والولاد حكوا لي على كل حاجة، لما أنتم مش عارفين تتفاهموا حتى لو كنتم منفصلين ما تدخلوش الولاد بينكم، أنا ممكن أخدهم يعيشوا معايا وأعرف أربيهم كويس زي ما ربيتك يا ست إنجي. ايوه جدو، احنا عايزين نروح معاك. ايوه احنا مش عايزين نرجع معاهم تاني. أيوة. ماما وبابي مش بيفكروا غير في نفسهم وبس. حقكم عليا، حقكم عليا يا حبايبي، معلش انا اسفه اسفه. خلاص خلاص انا حقكم لكم. عندك حق يا عمي، احنا فعلا انانيين جدا، معلش يا ولاد. اوعدكم ان من هنا ورايح مش هيبقى عندنا اهم منكم. ماشي، الظاهر ان انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. انا هسافر انام في بيتي، بس مش هطمن الا لما الاولاد يكلموني ويقولوا لي ان انتوا انصلح حالكم فعلا. لا يا بابا، انت هتيجي تبات معانا. لا يا ست انجي، انت حباتي في حضن عيالك، ولو احتجت اي حاجه كلميني. وانت يا سعالي وصلهم وبخلي بالك من الاولاد. حاضر يا عم. انت اولاد ها زي ما اتفقنا. حاضر يا جدو. ها اي حد يزعلكم اوعوا تسيبوا البيت، اتصلوا بيا وانا جاي لكم حالا. ماشي. يلا سلام. حبيبي الله يسلمك. باي باي يا جدو، نقفل بقى المحضر. المحضر اللي الهانم متهماني فيه ده جدو لسه ما مشيش. انا اسفه يا علي. انا اللي اسف، انا اللي مدب كل شويه عكه. افهم من كده انكم نويتوا ترجعوا لبعض، يبقى نقفل المحضر. في ايه يا عم انت وانت بتتلكك؟ دي حاجه ودي حاجه. على ايه يا اختي بتتلكي؟ على ايه بلاميله؟ انتوا تاني؟ خلاص يا انجي، علشان خاطر الولاد انا موافق نرجع نعيش مع بعض تاني، وموافق على اي شروط تقولي عليها. يعني ايه بقى نعيش مع بعض تاني؟ ازاي؟ انا هقول لك ازاي. انتوا في شهور العد، فينفع تعيشوا مع بعض في شقه واحده بس يكون في بينكم محرم. انا موافق عشان خاطر المحرم، قصدي عشان خاطر الولاد. وانا كمان ما عنديش مانع علشان خاطر الولاد، بس الأول عندي شروط لازم تنفذها. يبقى مش هنقفل المحضر.